يا ولاد يا ولاد، يلا عشان تفطروا، عملت لكم فطار تحفة. ايه ده، ماما عملت لنا فطار؟ الله، انا جعان جدا، المفروض ان انا اروح المدرسة النهاردة. انا مش عايزة ان انا اروح، لا انا هعمل نفسي بلعب ومشغول. انا هنزل اكل، خليك انت قاعد هنا. ماما عملت لنا النهاردة كريب السوسيس اللي انا بحبه، الله انا كمان بحبه قوي. طب صدق خلاص، انا كده هنزل معاكي. طيب يلا يا جولي، تعالى ننزل. ايه ده، انتوا لسه قاعدين في الاوضه؟ محدش فيكم لابس؟ انتوا مش عندكم النهارده حضانه ومدرسه؟ خشوا البسوا يلا دلوقتي حالا. حاضر يا مامي، حاضر. طب ما تزعليش، طيب ما توترنيش يا مامي. وانا كمان يا ماما ما توترنيش على الصبح. طب يلا، عملت لكم بقى الفطير اللي انتوا بتحبوه بالسوسيس الكراب ده، عشان خاطر تروحوا تاخدوه معاكم كمان المدرسه. اوكي، هي بحبك يا ماما، بحبك يا ماما. وانا كمان يا مامي بحبك قوي قوي قوي. ماما انت خدي تابلت ليه؟ عشان ما فيش لعبة دلوقتي يا جوليان. لا يا ماما، انا لسه مخلصش الجيم. جوليان قلت ما فيش لعب، يعني ما فيش لعب. اوه، لسه ما اقعد البس واروح. انا مش عايزه، انا اروح دلوقتي الحضانه، المدرسه قصدي. يلا يا جوليان ما تتاخرش، اتاخرتوا جدا. حاضر يا ماما، هلبس ونازل. حاضر حاضر حاضر. هي فين يا مامي الفسيخ ده، ريحته يكنن. لسه هو عامله لكم في الفرن، هيطلع دلوقتي حالا. ماشي يا مامي، توديني دلوقتي الحضانه. اه يلا، عشان نروح انا وانتي الحضانه عشان اتاخرنا جدا. وخلي بقى جوليان واما وهنا هما يفطروا ويروحوا لوحدهم المدرسه. يلا عشان اوديكي. اوكي يا مامي، انا جاهزه، نجيب بس معايا الشنطه بتاعتي ونروح على طول. طب ينفع العب بالتابلت بتاع جوليان ولا اخده معايا كده من غير ما اقولها؟ هغسل وشي بقى عشان اروح اودي اما. انا تعبت، كل شويه اصحى اكل وطبيخ وتنظيف وعيال. عايزه اخد وقتي. ايه ده، اما مشيت لوحدها؟ طيب ماشي، الحمد لله تروح هي لوحدها بدل ما انا اوصلها. ايه ده، دي اخدت معاها التابلت؟ ماشي اما، لما ترجعي انا هوريك على انت بتعمليه ده. هاي، انا جيت، انا الطفل الجديد اللي انت قلت عليا. ايوه اهلا بيك، انت اسمك ايه؟ انا اسمي جون. ازيك يا جون، عامل ايه؟ احنا هنا حضانة سانشاين، تعجبك قوي. ايوه انا عارف ان دي حضانة سانشاين وشكلها فعلا عجباني قوي. ممكن بقى تقولي لي مين اللي هصاحبه والعب معاه؟ طيب انا هعرفك عليهم واحد ورا التاني. اوكي، انا عارف انت تنبسط معانا في الحضانة قوي قوي قوي. طيب ماشي، بجد انا هنبسط جدا. وريني بس كل حاجة موجودة هنا. ازيك يا اما، عاملة ايه؟ ايه ده يا ميس، هو في حد جديد جه؟ ايوه اسمه جون. هاي، ازيك يا جون، عامل ايه؟ انا اما. شفت العيال يجروا يتعرفوا على بعض بسرعه ازاي؟ انا مش عايز حد جديد يجي يلعب معانا، الحضانه اصلا ما فيش فيها مكان. هاي، ازيك، عامل ايه؟ انا كويس. وانا كمان كويسه جدا. تعالوا اقعدي العبي معانا بقى يلا يا اما، عشان في طفل جديد اسمه جون جه. بجد انا جبت لكم النهارده معايا حاجه مختلفه تماما. ايه ده، جبت لنا معاكي ايه؟ جبت لكم معايا التابلت بتاع جوليان. بتهزري، جبتيه؟ ايوه جبته معايا. اوه ده شكله كان يوم حلو قوي، هيبقى يوم تحفه. قولي انت بقى، بتعرفي تلعبي ايه على التابلت؟ بلعب ماينكرافت وبلعب باربي وبلعب سباق عربيات، كل الحاجات دي بعرف العبها. برافو عليكي، انتي حاجات صعبة قوي. يلا يا ولاد عشان تفطروا. ماشي اوكي، هنفطر اكيد. اوهو، اقعدوا بقى كده هنا وابتدوا بقى ان انتوا ايه، اجهزوا عشان خاطر نخلص اللعبة. اوكي ماشي اوكي. هنفطر ايه بقى يا ترى النهاردة؟ تعالوا بقى اوريكوا التابلت عشان نلعب بيه مع بعض قبل ما الميس تيجي، عشان الميس لو شافته هتاخده مننا. طب بسرعة بسرعة، عشان الميس هتروح تعمل لنا الفطار، فاكيد هي مش هتعرف تركز معانا. يلا يلا، ورينا فين التابلت، عايزين نلعب بيه. اهو اهو، شفتوا ده التابلت بتاع جوليان، على طول بيقعد يلعب عليه ماينكرافت لما بيطلع عينينا. برافو عليكي يا ام، هاتي انا كده العب بيه شويه. لا انا عايزه انا العب بيه، يوه انا عايزه العب بيه كمان. ما تخنقوش بقى، الحقوا العبوا بسرعه قبل ما الميس تيجي اصلا. طيب يا تشا، عايزه تلعبي انتي؟ هيا هيا ايلي، انا عايزه العب الصراحه. اهلا، انا جيت. ايه ده، اهلا، ازي حضرتك؟ ايه ده، ده في جماعة طفل جديد جه غير الطفل التاني، احنا كده بقى في عندنا طفلين جداد. ده ابن المستر بتاع جوليان، وخبوا بسرعة التابلت، خبوه. اهلا بيكي، انا كنت جاية عايزة اودي ابني الحضانة. اهلا بيه، ده عنده لسه 6 شهور بس، صح؟ ايوه، كنت عايزة ان انا حد يهتم بيه ويعرف ان هو ياكله، عشان انا ومامته بنشتغل. الله،
ده بجد هيكون حلو قوي قوي قوي، هيكون معانا بيبي جديد نقعد نلعب بيه ونرخم عليه في الحضانة. اهلا بيك، اوه ده شكله بجد هيكون بيبي تحفة. يا جماعة انا بجد مبسوط قوي، مش عارف انا مبسوط كده ليه. حوار التابلت ده بجد عجبني جدا يا اما، لازم تجيبي معاكي كل يوم. يلا خش العب بقى معاهم يا حبيبي في الكور، هتنبسط فيها جدا. طيب انا هخلي بالك بقى انتي منه، وانا هفيجي اخده تاني بقى الساعة 5. طيب اوكي مفيش اي مشكلة، ينورنا. اوه الله انا مبسوط جدا. اوه شفتوا بقى يا جماعة، احنا كده انبسطنا جدا بحوار التابلت ده، عايزين نقعد نكمل لعب بيه. بس الطفل الجديد ده مش ممكن يفتن علينا؟ لا ما اعتقدش، اكيد مش هيعمل كده. لا ممكن يعمل كده طبعا، احنا نطلعه قطم ولا لا مش عارفة الصراحة. ايه ده، بصوا ده قاعد بيلعب معانا هنا وحيزي خالص، شكله ما بيعرفش يتكلم. اه ده اخد مكاني كمان. طب ها فين التابلت يا جماعة، عايزين نكمل لعب بيه. انت خدت مكاني، طب ممكن تقوم بقى عشان اقعد انا؟ لا خلاص هقعد جنبك وخلاص. ايه انا هضطر ان انا اشيله، هشيل التابلت واحط الشنطة يا جماعة عشان انا خايفة الميس تيجي تشوفنا. طيب خلاص يا اما، ممكن تجيبيه معاكي بكرة ونكمل لعب بيه بكرة. اوكي طيب اوكي ماشي مفيش مشكلة، هيبقى فكرة حلوة جدا لو جبته برضو معايا بكرة. جاكتك اكلتي ايه النهاردة الصبح؟ بقولك ايه، انا عايزاك تخلي بالك من الولد لحسن، هو غلبان او مبيعرفش يتكلم، بس ساعات بيبقى شرس وبيضرب الناس. اوكي لا ما تقلقش حالتك خالص، احنا هنا حضانة بنبقى تحت عيني 24 ساعة، فمفيش اي مشكلة. حتى لو الطفل فيه عنده بيهيفير غريب ممكن نكلمك ونقولك عليه عشان نقدر ان احنا نصلحه ونعالجه مع بعض. اوكي الله تحت بحاجة تحفة، انا هكلم بس كده في الموبايل واشوف مامته هتيجي تاخده الساعة كام عشان ابقى عارف. ماشي اوكي حضرتك تقدر انت تعرف براحتك. انا عايزة العب بقى بالتابلت تاني. ايه ده انتي معاكي تابلت في الحضانة؟ ممنوع الحاجات دي خالص. ازيك يا مستر، اخبار حضرتك ايه؟ انتي جبتي التابلت ده منين؟ ابدا ده بتاع اخويا وهو حاطه معايا في الشنطة بالغلط. ايه ده، ازاي ميس يجيبوا تابلت معاهم في الحضانه؟ مش الحفوظ الحاجات دي ممنوعه؟ اه طبعا ممنوعه، انا اول مره اشوفها اصلا معاهم. لا اتقفشنا، كنت عايزه العب بالتابلت ده. بس بدل ده بتاع اخوكي خدي ورجعيه البيت، بس ممنوع تاني يجيبيه معاكي الحضانه، وانت اوعي تلعب بالتابلت اوكي، ومتعملش شقاوه خالص وانا باجي اخدك بالليل. اوكي ماشي اوكي بابا، توحشني اوي. يلا كمان نكمل لعب، بس كده مش هنعرف نلعب بالتابلت بتاع ايام عشان الميس هتشوفها. انا عايزه اخبيه بسرعه، طب الميس تيجي اخبيه ازاي؟ طيب يا جماعه اخبيه فين؟ والله احنا مش عارفين يا اما بجد، الموضوع بقى اصعب من ما احنا كنا متخيلين. طب نحطه في الشنطه؟ طيب لا مش عايزه احطه في الشنطه ولا حاجه. اوكي نحطه بقى كده. واو ايه، احنا فعلا حطيناه وخدك حبيناه، مش عارفين احنا نلعب تاني. انا بنقول للميس ان احنا عايزين نلعب بالتابلت نص ساعة مثلا في الاسبوع او حاجة، مش هتقول لنا حاجة. انا شايف ان ده اقتراح حلو جدا. خلاص اوكي ممكن نبقى نقول للميس عشان خاطر ان احنا نبقى نجيبه معانا نلعب بيه ربع ساعة في الاسبوع. ووهو انا هقعد العب بيه بقى لحد ما الميس تيجي تشوفني. ايه ده بجد هتعملي كده؟ ايوه هعمل كده، محدش ليه عندي حاجة. ووو ايه ده، مين جاب التابلت ده؟ التابلت ده ممنوع يا اما، هاتيه بقى اتفضلي. لا التابلت بتاعي، لا ما حدش هياخده. لا طبعا ده ممنوع 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 خالص في الحضانة. باي باي.